السلام عليكم. دلوقتي هنشوف الرسم مع جوجل. ده موقع اسمه ارت درو، انت بترسم اي حاجه وهو بيبدا يجيب لك حاجات تسهل عليك. يعني على سبيل المثال هبدا ارسم مثلا الاهرامات بالشكل دوت، وهو بيقترح عليا دي ايه مثلا، تمام؟ فهو بالشكل دوت هترسم مثلا اي حاجه، وليكن مثلا انا مش عارف انا برسم ايه، تمام؟ شويه شخبطه كده، تمام؟ هيبدا بقى يقول لي دي ممكن تكون ايه بالظبط، مثلا حاجة بالشكل دوت، تمام. ممكن مثلا عايز ارسم حاجة بالشكل دوت، تمام. هو بقى بيبدأ يجيب لي حاجات، ممكن مثلا شخص بيبتسم بالشكل دوت، فده من الحاجات الظريفة يعني. اوتو دروب.